تندفع بهذه الصورة الاندفاع الجماعية للخيل العربية في ثامن الأشواط على مسافة 2400 متر، المسافة الأطول دورة حول المضمار. هنا اندفاع في الصدارة في المرتبة الأولى من جويدي مونتيغو، يبدأ الانطلاقة برفقة كذلك عساف الخالدية من السياج وكذلك شمشم الجسرة في الدورة الأولى. هنا لواء عذبة أيضا في المرتبة الثالثة مع محاولة وقدوم كساب الدوم المرتبة الخامسة برفقة فاكر دوبوي. في هذه الصورة للخيل العربية المتنافسة في ثامن الأشواط على مسافة 2400 متر، تأخذ المنعطف الأول في هذا الشوط غشمشم الجسرة، يبدأ الآن أخذ الصدارة والمرتبة الأولى في الدورة الأولى مع مطاردة جويدي مونتيغو في المرتبة الثانية، ولواء عذبة وفاكر دوبوي وكذلك كساب الدوم مطاردين الآن متمسكين في مراكزهم في انتظار الانقضاض، لحظة الانقضاض في الاقتراب من مراحل الحسم، فيما نتابع شمشم الجسرة في الصدارة في المرتبة الأولى والمنعطف الثاني بهذه الصورة. هنا نتابع جوي دي مونتيغو في هذه الصورة برفقة غشمشم الجسرة وكذلك لواء عذبة وفاكر ديبوي وكساب الدهم ومحاولة فارس الجازي أيضا في المرتبة السادسة بهذه الصورة. مشاهدينا الكرام، هنا المجموعة الأولى نتابعها، هنا لواء عذبة وفاكر ديبوي وكذلك جوي دي مونتيغو أيضا في المرتبة الرابعة في تحادي مع غشمشم الجسرة وكذلك كساب الدوم. فيما الصدارة للمجموعة الأولى ما بين لواء عذبة وفاكر ديبوي، الأسماء المرشحة تبدأ مشاهدينا الكرام. هنا التنافس كساب الدوم يبدأ استحثاث محمد الحبيل للقدوم للمركز الثالث، استحثاث لفاكر ديبوي من عبدالله الكريديس، فيما أليكسيس مورينو لا زال ممسكا بلواء عذبة حتى الآن. فاكر ديبوي استحثاث، هنا بدأ مراحل الحسم سيداتي سادتي، فاكر ديبوي ينقض على الصدارة بهذه الصورة، يتقدم فاكر ديبوي إلى الصدارة والمرتبة الأولى، لواء عذبة المرتبة الثانية، كساب الدوم استحثاث المركز الثالث، كذلك استحثاث غشمشم الجسرة في المركز الرابع وأيضا لعساف الخالدية، فيما فاكر ديبوي بهذه الصورة ينقض على الصدارة وممسكا بها حتى الآن، يوسع الفاكر الفارق مشاهدينا الكرام. فاكر ديبوي المصنف 107 حتى هذه اللحظة يذهب إلى انتصار جديد في سجله السباقي بقيادة عبدالله الكريديس، فاكر ديبوي يحقق الانتصار الثامن في سجل السباقي. ألف المبروك لمالكي ومدربه المالك والمدرب عبدالله الأخضر نصيب، وللخيال عبدالله الكريديس على هذه القيادة، الفاكر ديبوي يحقق انتصار جديد في سجل السباق والانتصار الثامن على مسافة 2400 متر بدقيقتين 51 ثانية و23 جزء من الثانية، بستة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني غش